ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات خاصة إمارة أبو ظبي إمارة دبي أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات في العالم. التقرير أشار إلى قائمة لمتورطين في عمليات تبييض أموال شملت جنسيات عدة عربية وغير عربية، موضحا أن قيمة غسل الأموال في الإمارات تقدر بنحو مليار دولار سنويا. مركز رئيسي لغسل الأموال، هكذا يصنف تقرير مركز الدفاع المتقدم دبي وسوقها العقاري. تقول المؤسسة التي أعدت التقرير في ردها على أسئلة للعربي إنها اعتمدت دراسة 7 حالات ومؤسسات، كما تتبعت صلاتهم التجارية وشبكات تعاملهم والعقارات التي يمتلكونها. تقول المؤسسة إن 44 عقارا تزيد قيمتها عن 28 مليون دولار أمريكي تعود بشكل أو بآخر إلى أفراد فرضت واشنطن عقوبات عليهم، وبعضهم حتى من قبل الاتحاد الأوروبي أو دول فيه، بينما وصلت قيمة عقارات تعود لشبكاتهم الممتدة إلى أكثر من 78 مليون دولار أمريكي. تشير الدراسة إلى أن دبي تقف على مفترق طرق مالي، ما يجعلها معرضة للكثير من العوامل التي تساعد في تسهيل عملية غسيل الأموال من خلال سوق العقارات. وتشمل هذه العوامل كما حددتها وزارة الخزانة الأمريكية ضوابط مالية ضعيفة ولكن نظاما مصرفيا قويا، أجواء عمل تكافئ النمو السريع، ورقابة متدنية لتسجيل الشركات والعقارات، ما يؤدي إلى تملك شركات غير معروفة وأطراف ثالثة لعقارات، ورغم دخولها في عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمحاربة غسيل الأموال تبقى دبي تشير تقارير سابقة وجهة في العالم لمثل هذه الأنشطة. منذ نهايات الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات انتقلت معظم عصابات المافيا الروسية والسياسيين الروسيين الذين هربوا من النظام ولكن استولوا على أموال كبيرة جدا وذهبوا إلى الإمارات وكانوا أنشأوا شركات كبيرة جدا هناك وكانوا يهربون الأموال والبضائع إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وإلى إيران كذلك. بسبب صعوبة تقدير المبالغ التي يتم تبييضها، يقدر حجم عمليات غسيل الأموال وتبييضها في العالم من 800 مليار إلى تريليوني دولار أمريكي سنويا، أي ما نسبته 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. مشكلة كبيرة لا يمكن حلها من دون قوانين صارمة وضوابط على الأنظمة المالية للدول، بدءا من الدول التي تنشط فيها هذه الجرائم. ريما بحمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الساعة الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.